هذا الكي والسوكو بدونا إن عن ما هاد عليا أنت هاوشان كسوة قيب قش مركو روح عن رباينا وما هاد عليا مسؤولين تسرع قرنك الرنتي كالوين كقادتي فكر كان إني تلمام وقتك بحيان وعن رباينا وما هاد عليا مامو كقبل كبنادر وقدوم يا عمر الفينش هرسيت كي هي قال انت وين او اي كقاتين سو وين تفكرك وديار قروغا ايو ان اي رنتي موجين انت حام بدن او لقى الشي وعاركتان وحير الله صحيح ايو لكن سي الله صحيح وذي قدير الله صومري وانت بدن انت ماشان فدد اي كقرصوني إن أي امتحان هذا أصفره بدن يهوش أصفره بدن أي صوت نبر عذيقين أو أي واجبات كاس قتين سي مسؤولية دو أي قوة ريكتو رنتي آد يا آد أي نغنى أمانا يا شخصيا أم هاد علنا يا وعن ربائنا أم هاد عليو قدقي سكر نفكا أها أو كسو الشقيي إن قبلك إيو مامولك وزارة وحبر الشادة يهداية تعليم تسارة أي اسكوا فقان مناسبة دمانتا إنا يدعضو أو هوشا سوجي العيي آد يا آد أي أقوم هاد علنا يا داد خبراء أو رنتي كالين وين نسوه قارسيي نقا نسوه ساري مقدي بدن أي أهاية وعن ربا إنا أقوم هاد عليو قريقان كقود أو رنتي كالين وين أنا يا عمر فينش لابد إن نبقى كالين وين إن عن سكسر دوانو أو شرعية دين عيد مركل إيرادو فهم في عن عن هذا كشقة أسيجنا سيجارة أيان وما هاد علنا وعن ربا إن أتفهمتان ساعات قربان قد يسكير أيام في عناده وحي القربان كنا هو كادي عن سرق السن وعن ربا وحا وريقا هيو إن أي أمد الصوماليات خاصة شعبك الصوماليات كنول قبل كبنادر إن أن لو ذاقنا وحا أيتاي وحا وريجينا إنه ووح برشدي قبل كبنادر هذا ما محيي تاستعي مرك وعن ربا إنا هرتا سياد وح في عنو فهمتان وح برشدا وح ايتاي عن وحير كيف تيني أرداد قود دلكا وزارة وح برشدا كر رجسر قريسا وحي كورونا فين نص مليون نص مليون كاس أردد أه بقول كي أفرتن يتضبو لو بقول يا أفرتن كن أو أردي أيا قبل كبنادر كرجستر قريسا معنى هذا أردد الصومالي وحكبرت وعلى ديه كرا بقول كي كنتن ويكونوا ليهين قبل كبنادر لنا عم معلمين تمركا فيرس معلمين توزارة وحبر الشهادة كالرجسر قريسا وحي ليهين تطوية طبان كن أو معلم قياستي وحي لميديهين عيدا كحوق الدلك الصومالية ترديس معلمين تاس بقولكي كنتم يكو وحي وحكبران قبل كبنادر حداد دوكسية فيرسي وحي حقيقة قليين لما كن أو سكول أي أودن كفيال أو كان رجسر قريسن كدوان قشن وزارة وحبر الشدة بقول كي عفرتن سكول الله لاس وحي كويال لان مقال هذا حمر قول كبنادر حداد في رسدن عكالي واتراهدد حد انتحان كودن بي فصل كلابية طمانات وحق الشيء صدن
iyo 7,000 oo arday 26 kamida waxay ka yimaadeen gobolka Banaadir oo u dhiganta 74% ardayda dugsiga sare ka qalin jibinaysa sanadkan 74% waxa weeye gobolka Banaadir ardaydiisa. Haddaa aad fasalka 8-aad waxaa imtixaankii fasalka 8-aad u fariistay 41,000 arday gaarayso 27 kamida waa gobolka Banaadir oo u dhiganta 66%. Marka waa garan kartaan culayska wasaaradda waxbarashada ay ka haysay gobolka Banaadir inta gobolka Banaadir oo la dhaala dacayo inuu ummadda Soomaaliyeed gogol u noqdo, ummadda Soomaaliyeed isku keeno, ummadda Soomaaliyeed heshiisiyo, ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeeda oo gogol u ahaado. Inta gobolku waxaa ku mashquulka ahaa culayska laga hayay waa garan kartaa. Maantay oo dowladnimadeena adkaatay, xididada dhulka gashatay, waxaa laga maarmaan noqotay in mas-uuliyadda noocaas lagu soo wareejiyo gobolka Banaadir. Anna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan fagaarahaas lagu wareejinayo taagnaado. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka Banaadir in uu mas-uuliyaddaas dhabarka saartay oo aan hubay inuu yahay qofkii saxda ahaa. Aniga dad badanaan la soo shaqeeyey, waxaan hubaa inuu ka soo dhalaali doono. Waxaan rabaa intaa markaan idhaahdo in aan waxa la wareejinayo isfahan fiican laga helo. Waa aragteen musawirka la wareejinayo, laakiin waxaa ku hoos qarsoon oo uu la wareegayaa maanta wixii ka dambeeya mas-uulka yahay kormeerka waxbarashada gobolka. Mas-uuliyaddeedii kormeer heer federaal oo waddanka oo dhan wasaaradda waxbarashadu samaynaysana wuu jiraa, laakiin kormeerkii gaarka ahaa oon ka qaban jirnay gobolka Banaadir waxaa la wareegayo maanta wixii ka dambeeyo. Oo aad arkayseen saxiix u dhacay in ay la wareegeen gobolka Banaadir. Waxay la wareegeen oo kale qorshaha tacliinta iyo daadihinta tacliinta, fidinta tacliinta, siyaasadda tacliinta. Waxaa soo idil maanta wixii ka dambeeyo waxaa ku wareegaysaa gobolka Banaadir. Waxaa intaas raaco in macluumaadku su-aalu waxay tiraahdaa tala helaa war helaa tala helo. Macluumaadku aad u muhiim u yahay. Macluumaadka ururintiis iyo falaqaynta macluumaadkaas wixii maanta ka dambeeyo heer gobol Banaadir, gobolka Banaadir ayuu ku wareegayaa. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay in gobolkuna uu ogaado. Su-aasha marka meesha ku jirto isweydiin kartaan waxa weeye, war waxaana mas-uuliyadda oo aad leedahay fagaarahan ku wareejinaynaa ma u diyaarsan yahay gobolka Banaadir? Su-aashaas jawaabteeda oo kooban waa haa. Dariiq dheer oo aan maanta meeshaan laga sheegin ayaan isla soo marnay, waxay nagu qanciyeen gobolka Banaadir aqoonyahanadooda dhismaha waxbarashada say u dhiseen, waxay nagu qanciyeen inay mas-uuliyaddaas la wareegi karaan, annagana waa ku qanacnay. Marka waxaan hubaa waxbarashadu inay gacanteenna ka fiican ay ku wareegi doonto haddii ebeedna. Waxaan rabaa laba kelimad oo kooban inaan baxsho. Tan waa bilow sida laga dhawaajiyey siyaasiyiinta halkan ka hadlayna ka dhawaajiyeen. Waa bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa in ay noo horseeddo wax kale oo badan oo shacabka gobolka Banaadir ay ku farxaan. Heestii Sayid Khaliifan umalaynayaa inuu ahaa ee waxbarashada ee ahayd bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed yuu kaga bogtee.
بلنتين وا بلنتين وا برشاد الددوينة إلا باهية يو لبلاريا إلا باهية يو لبلاريا باغين وا بوغي قلن أمكو براتمي كاسكاغا كوبيكسو وحبارشو بهدا ظل غيبسو وحبارشو وينكا هدبا وينكا وينكا هدبا وينكا وينكا وما زلتي قبرك بنادر وإذن همبليين يا همبليو 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 قول وينو تاريخي إنو سويتي وما زلتي